شقاوة في شقاوة. متابعي برنامج شقاوة في شقاوة، أهلا بيكم. الله على أيام زمان وذكرياتنا وذكريات طفولتنا. إحنا يا كبار لو اتسألنا تحبوا يرجع بيكم الزمن وتعيشوا طفولتكم تاني ولا تطلعوا لقدام وتشوفوا المستقبل، هنختار كلنا إن إحنا نرجع نعيش طفولتنا تاني لأنها ما تتعوضش. بس يا ترى لو سألنا أصدقائنا الصغيرين نفس السؤال، لو دخلناكوا آلة الزمن وبقى قدامكوا زرارين، لو دوست على زرار منهم هترجع للماضي وهتشوف الناس وهم صغيرين كل اللي تعرفهم، بابا ماما، والزرار التاني هيطلعك للمستقبل. عايزين نشوف أصدقائنا هيختاروا إيه من الخيارين دول. تعالوا بقى نشوف هيقولوا إيه في الموضوع ده. تعرف بيكي، اسمي شهد ياسر رفاعي، عندي 11 سنة. قولي لي يا شهد، لو دخلتي آلة الزمن اللي احنا قلنا عليها دي، هتختاري تدوسي على انهي زرار؟ الزرار اللي يرجعك للماضي ولا الزرار اللي يطلعك للمستقبل؟ الزرار اللي رجعني لورا علشان اشوف كانوا بيتعاملوا ازاي زمان واحاول ان اطوره في جيلنا الجديد. اسمي فادي حسن، عندي 13 سنة، وهرجع بالزمن لورا علشان اعرف الناس اللي قبلينا كانوا بيعملوا ايه احاول ان اخليه يبقى احسن. انا اسمي مايا اشرف، وانا هدوس على زمن المستقبل عشان اشوف الدنيا عامله ازاي. اسمي سما اشرف، عايز ارجع بالماضي علشان اشوف كانوا بيتعاملوا ازاي وبيعملوا ايه عشان اعمل زيهم. اسمي ريتال تامر، وعندي 6 سنين، وعايز ارجع بالبرنامج ورا عشان اشوف ماما وهي صغيرين. انا اسمي انا عامر حسن، وعايز ارجع للماضي عشان اشوف ماما وبابا. نتعرف بيكي، اسمي لامار وليد. قولي لي يا لامار، هتختاري ان انت ترجعي للماضي ولا تطلعي للمستقبل؟ اطلع للمستقبل عشان اشوف مستقبلي عامل ازاي. اسمك ايه؟ بسمه. قولي لي، هتطلعي للمستقبل ولا ترجعي للماضي؟ هطلع للمستقبل. ليه بقى؟ عشان عاوزه اكبر واشوف مدرسه. اسمك ايه؟ رقية. رقية، هتطلعي للمستقبل ولا هترجعي للماضي؟ الماضي. ليه بقى؟ عشان اشوف صحابي. هتشوفيهم وما بيها؟ نتعرف بيه. سيف الدين ياسر، 13 سنة. قولي بقى، هترجع للماضي ولا هتختار تعيش المستقبل؟ هعيش المستقبل عشان اشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي بعد كده، ولو في حاجة وحشة احاول اصلحها وانا في الماضي، ولو في حاجة حلوة اسيبها زي ما هي. سيف تامر. سيف، هتختار ايه؟ هختار المستقبل. هتختار المستقبل ليه؟ عشان اشوف نفسي لما لما اكبر، عشان اشوف صحابي هيطلعوا ايه. عبد الرحمن عبد الله، 13 سنة، نفسي اطلع للمستقبل عشان اشوف مستقبلي ومستقبل صحابي. في صاحب معين نفسك تشوفه هيطلع ايه وهيبقى عامل ازاي؟ مين؟ سيف الدين ياسر. طب اشبعنا، هو صاحبي العزيز واحنا صغيرين. اسمك؟ عبد الرحمن سيد. هتختار ايه يا عبد الرحمن؟ انا عايز اطلع للمستقبل عشان اشوف مستقبلي، عشان نفسي اطلع دكتور بيطري وعالج الحيوانات، وكمان انا عندي موهبة التمثيل والغنى، فمش مش قادر استنى، يعني انا عايز اطلع على طول المستقبل عشان اشوف كمان مستقبلي ومستقبل صحابي. الله، جميل، انت مستعجل. ربنا يوفقك. ممكن اغني اغنية؟ طبعا، اتفضل. أجمل ما في الحياة إنك تعرف سعيد والحلم يروح ورا، لو حتى كان بعيد أنت بقيت يا دوب في بداية الطريق، وعشان تروح بعيد لازم تكون جاري جواك حاجات كتير، أحلم من غير حساب، أعمل جناح وطير ووصل فوق السحاب. ممكن تعرفني بنفسك؟ أنا أدهم سيد، وعندي 10 سنين. طب قولي يا ادهم، هتختار ترجع للماضي ولا تطلع للمستقبل؟ الماضي، عشان اشوف الدنيا زمان كانت عامله ازاي. حد حكى لك عنها؟ تعرف بيه. سعيد خالد. سعيد، قولي يا سعيد، هتطلع للمستقبل ولا هتختار الماضي؟ لا، الماضي، عشان اشوف مامتي وبابايا وهم صغيرين واعمل زيهم. اسمي رويده. رويده، هتختاري المستقبل ولا الماضي؟ لا، الماضي. ليه يا رويده؟ عشان اشوف الدنيا وهي شكلها جميل. اختيار المستقبل ليه سحره طبعا،
بس برضو الماضي ليه بريقه مهما حصل. في من أصدقائنا اختاروا إنهم يطلعوا للمستقبل عشان عايزين يشوفوا حياتهم عاملة إزاي، وفي من أصدقائنا اختاروا إنهم لأ عايزين يرجعوا للماضي، عايزين يشوفوا الحياة اللي اتحكالهم عنها من بابا وماما، والخيارين صح. استنونا في حلقات تانية كتير. مجلة علاء الدين، مجلة لكل البنات والأولاد. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب لقناتنا.